يسطع بريق مجموعة شركات الجودة من مملكة الصناعة ليكون شاهداً حضارياً في المستقبل عبر تعاقب الأجيال. ذلك الإرث تقدمه مجموعة شركات عبد الرحمن وعبد الكريم صالح العمران للتجارة والصناعة، والتي تم تأسيسها عام 1975 ميلادية بمدينة الرياض، لتصبح من أكبر الشركات العاملة في الشرق الأوسط من خلال منتجاتها المتخصصة ببلاط السيراميك والبورسلان وسخانات المياه والأنابيب البلاستيكية. وشركة الجودة لصناعة السيراميك إحدى شركات مجموعة عبد الرحمن وعبد الكريم صالح العمران للتجارة والصناعة، وهي من الشركات الرائدة في صناعة بلاط السيراميك. وقد بدأ الإنتاج التجاري للمصنع في مطلع عام 1997 ميلادية بطاقة إنتاجية تبلغ أكثر من 10 مليون متر مربع سنوياً. ويقع المصنع في المدينة الصناعية الثانية بالرياض، وقد تم تجهيزه بأحدث الآلات والمعدات الأوروبية، حيث يتم التحكم بكامل مراحل عمليات الإنتاج عن طريق الحاسب الآلي. وتعتبر شركة الجودة لصناعة السيراميك واحدة من أهم وأحدث المصانع العاملة في الشرق الأوسط، والتي تطابق منتجاتها معايير الجودة الأوروبية والمعايير البريطانية، وكذلك معايير الجودة في المملكة العربية السعودية. وعمليات الإنتاج فيها حاصلة على شهادة الأيزو العالمية 9001 وعلامة الجودة السعودية ساسو. وتنتج مصانع شركة الجودة بلاط سيراميك الأرضيات والجدران بمقاسات وألوان ونوعيات متميزة، كما تنتج أحزمة وديكورات البلاط، حيث تم إنشاء مصنع الأحزمة والديكورات ليصبح وحدة متكاملة مع مصنع بلاط السيراميك، مما يعطي مجالاً أوسع للعملاء في عملية الاختيار. هذا وتضم الشركة العديد من الأقسام المتخصصة لمراقبة وضبط مراحل الإنتاج، بالإضافة إلى قسم التصميم والتطوير المزودة بأحدث التجهيزات والماكينات التي يديرها نخبة من المهندسين والفنيين للابتكار والتجديد للموديلات بهدف مواكبة طلبات عملائنا في السوق المحلي والأسواق الإقليمية. وبحمد الله وتوفيقه، فقد تم اعتماد بلاط سيراميك الجودة في أكبر المشاريع التابعة للوزارات والإدارات الحكومية، بالإضافة إلى المشاريع الخاصة سواء داخل المملكة أو خارجها. وفي عام 1992 ميلادية بدأ الإنتاج في شركة الجودة لصناعة السخانات الكهربائية، وتم عمل أكثر من توسعة للمصنع بهدف تحديث وتطوير عمليات الإنتاج، حيث أصبح من أكبر المصانع المنتجة للسخانات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط، وتتم العمليات الإنتاجية آلياً وبأحدث المعدات الأوروبية، كما تخضع عملية الإنتاج لرقابة صارمة، ويتم إنتاج عدد من الموديلات، منها الطراز الرأسي والطراز الأفقي والطراز الأرضي والطراز المركزي بسعات مختلفة، بدءا من 30 لتر وحتى 300 لتر. تتميز شركة الجودة لصناعة السخانات الكهربائية بتقديم ضمان على سخانات المياه الكهربائية مدته 5 سنوات ضد الصدع، وهو التحدي الأقوى، حيث تم طلاء اسطوانة السخان الداخلية بمادة البورسلان، وزود بعمود ماغنيسيوم للحفاظ على اسطوانة السخان. سخان الجودة مزود بصمامي أمان علوي وسفلي لمنع زيادة الضغط داخل السخان، كما يحتوي على مؤشر لقياس حرارة الماء، ولضمان بقاء الماء ساخنا لمدة أطول تم استخدام راوة البوليوريثين كعازل حراري، مما يؤدي إلى تقليل استهلاك الكهرباء. هذا ويحتوي السخان على غطاء بلاستيكي مرن في الحركة، وضع أسفل السخان لضبط منظم الحرارة وأعمال الصيانة. وللحفاظ على رونق السخان تم طلاؤه بمادة البوليستر الحراري ليحتفظ بلون نظارته الخارجية. سخان الجودة الكهربائي
جهز لتطمئن بالحصول على مياه نقية نظيفة بدرجات حرارة حسب المناخ الذي تعيشه، بجودة منفردة وأداء مميز لعمر أطول. شركة الجودة لصناعة الأنابيب البلاستيكية. بما أن الجودة اسم وشعار حقيقي للشركة، حرصت الشركة على تقديم أجود الأنابيب البلاستيكية وتوصيلاتها والإكسسوارات الصحية المكملة لها. جميعها يتم تصنيعها من مواد الـ PVC والـ CPVC والـ PPR، وتعتبر شركة الجودة لصناعة الأنابيب البلاستيكية إحدى المصانع التابعة لمجموعة شركات الجودة الصناعية بالرياض. وقد وصلت طاقة المصنع الإنتاجية إلى 6,000 طن، وقد تم تجهيز مصانع الجودة للأنابيب البلاستيكية بأحدث الأجهزة ومعدات الخلط المعتمدة على الحاسب الآلي، كما تم تزويدها بنظام نقل أوتوماتيكي وأجهزة بثق وماكينات تشكيل بالحقن على أعلى مستوى من الدقة. ويوجد مختبر داخلي دقيق بنظام صارم لضبط الجودة لضمان مطابقة المنتجات لأفضل المواصفات والمقاييس العالمية. استطاعت مصانع الجودة للأنابيب البلاستيكية تغطية نطاق الأنابيب والتوصيلات والإكسسوارات المصنوعة لجميع استخدامات المياه الساخنة والباردة، كل تلك المنتجات مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة محلياً وعالمياً. ثقتك بنا وبما نقدم من منتجات يحتم علينا إعطائك الجودة بلا حدود. يسطع بريق مجموعة شركات الجودة من مملكة الصناعة ليكون شاهداً حضارياً في المستقبل عبر تعاقب الأجيال. ذلك الإرث تقدمه مجموعة شركات عبد الرحمن وعبد الكريم صالح العمران للتجارة والصناعة، والتي تم تأسيسها عام 1975 ميلادية بمدينة الرياض، لتصبح من أكبر الشركات العاملة في الشرق الأوسط من خلال منتجاتها المتخصصة ببلاط السيراميك والبورسلان وسخانات المياه والأنابيب البلاستيكية. وشركة الجودة لصناعة السيراميك إحدى شركات مجموعة عبد الرحمن وعبد الكريم صالح العمران للتجارة والصناعة، وهي من الشركات الرائدة في صناعة بلاط السيراميك. وقد بدأ الإنتاج التجاري للمصنع في مطلع عام 1997 ميلادية بطاقة إنتاجية تبلغ أكثر من 10 مليون متر مربع سنوياً. ويقع المصنع في المدينة الصناعية الثانية بالرياض، وقد تم تجهيزه بأحدث الآلات والمعدات الأوروبية، حيث يتم التحكم بكامل مراحل عمليات الإنتاج عن طريق الحاسب الآلي. وتعتبر شركة الجودة لصناعة السيراميك واحدة من أهم وأحدث المصانع العاملة في الشرق الأوسط، والتي تطابق منتجاتها معايير الجودة الأوروبية والمعايير البريطانية، وكذلك معايير الجودة في المملكة العربية السعودية. وعمليات الإنتاج فيها حاصلة على شهادة الأيزو العالمية 9001 وعلامة الجودة السعودية ساسو. وتنتج مصانع شركة الجودة بلاط سيراميك الأرضيات والجدران بمقاسات وألوان ونوعيات متميزة، كما تنتج أحزمة وديكورات البلاط، حيث تم إنشاء مصنع الأحزمة والديكورات ليصبح وحدة متكاملة مع مصنع بلاط السيراميك، مما يعطي مجالاً أوسع للعملاء في عملية الاختيار. هذا وتضم الشركة العديد من الأقسام المتخصصة لمراقبة وضبط مراحل الإنتاج، بالإضافة إلى قسم التصميم والتطوير المزودة بأحدث التجهيزات والماكينات التي يديرها نخبة من المهندسين والفنيين للابتكار والتجديد للموديلات بهدف مواكبة طلبات عملائنا في السوق المحلي والأسواق الإقليمية. وبحمد الله وتوفيقه، فقد تم اعتماد بلاط سيراميك الجودة في
في أكبر المشاريع التابعة للوزارات والإدارات الحكومية، بالإضافة إلى المشاريع الخاصة سواء داخل المملكة أو خارجها. يسطع بريق مجموعة شركات الجودة من مملكة الصناعة ليكون شاهداً حضارياً في المستقبل عبر تعاقب الأجيال. ذلك الإرث تقدمه مجموعة شركات عبد الرحمن وعبد الكريم صالح العمران للتجارة والصناعة، والتي تم تأسيسها عام 1975 ميلادية بمدينة الرياض، لتصبح من أكبر الشركات العاملة في الشرق الأوسط من خلال منتجاتها المتخصصة ببلاط السيراميك والبورسلان وسخانات المياه والأنابيب البلاستيكية. شركة الجودة لصناعة الأنابيب البلاستيكية. بما أن الجودة اسم وشعار حقيقي للشركة، حرصت الشركة على تقديم أجود الأنابيب البلاستيكية وتوصيلاتها والإكسسوارات الصحية المكملة لها، جميعها يتم تصنيعها من مواد الـ PVC والـ CPVC والـ PPR. وتعتبر شركة الجودة لصناعة الأنابيب البلاستيكية إحدى المصانع التابعة لمجموعة شركات الجودة الصناعية بالرياض. وقد وصلت طاقة المصنع الإنتاجية إلى 6000 طن، وقد تم تجهيز مصانع الجودة للأنابيب البلاستيكية بأحدث الأجهزة ومعدات الخلط المعتمدة على الحاسب الآلي، كما تم تزويدها بنظام نقل أوتوماتيكي وأجهزة بثق وماكينات تشكيل بالحقن على أعلى مستوى من الدقة. ويوجد مختبر داخلي دقيق بنظام صارم لضبط الجودة لضمان مطابقة المنتجات لأفضل المواصفات والمقاييس العالمية. استطاعت مصانع الجودة للأنابيب البلاستيكية تغطية نطاق الأنابيب والتوصيلات والإكسسوارات المصنوعة لجميع استخدامات المياه الساخنة والباردة، كل تلك المنتجات مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة محلياً وعالمياً. ثقتك بنا وبما نقدم من منتجات يحتم علينا إعطائك الجودة بلا حدود. يسطع بريق مجموعة شركات الجودة من مملكة الصناعة ليكون شاهداً حضارياً في المستقبل عبر تعاقب الأجيال. ذلك الإرث تقدمه مجموعة شركات عبد الرحمن وعبد الكريم صالح العمران للتجارة والصناعة، والتي تم تأسيسها عام 1975 ميلادية بمدينة الرياض، لتصبح من أكبر الشركات العاملة في الشرق الأوسط من خلال منتجاتها المتخصصة ببلاط السيراميك والبورسلان وسخانات المياه والأنابيب البلاستيكية. وفي عام 1992 ميلادية بدأ الإنتاج في شركة الجودة لصناعة السخانات الكهربائية، وتم عمل أكثر من توسعة للمصنع بهدف تحديث وتطوير عمليات الإنتاج، حيث أصبح من أكبر المصانع المنتجة للسخانات الكهربائية بمنطقة الشرق الأوسط، وتتم العمليات الإنتاجية آلياً وبأحدث المعدات الأوروبية، كما تخضع عملية الإنتاج لرقابة صارمة، ويتم إنتاج عدد من الموديلات منها الطراز الرأسي والطراز الأفقي والطراز الأرضي والطراز المركزي بسعات مختلفة بدءا من 30 لتر وحتى 300 لتر. تتميز شركة الجودة لصناعة السخانات الكهربائية بتقديم ضمان على سخانات المياه الكهربائية مدته 5 سنوات ضد الصدى، وهو التحدي الأقوى، حيث تم طلاء اسطوانة السخان الداخلية بمادة البورسلان وزود بعمود ماغنيسيوم للحفاظ على اسطوانة السخان. سخان الجودة مزود بصمامي أمان علوي وسفلي لمنع زيادة الضغط داخل السخان، كما يحتوي على مؤشر لقياس حرارة الماء، ولضمان بقاء الماء ساخنا لمدة أطول تم استخدام راوة البوليوريثين كعازل حراري
مما يؤدي إلى تقليل استهلاك الكهرباء. هذا ويحتوي السخان على غطاء بلاستيكي مرن في الحركة وضع أسفل السخان لضبط منظم الحرارة وأعمال الصيانة. وللحفاظ على رونق السخان تم طلاؤه بمادة البوليستر الحراري ليحتفظ بلون نظارته الخارجية. سخان الجودة الكهربائي جهز لتطمئن بالحصول على مياه نقية نظيفة بدرجات حرارة حسب المناخ الذي تعيشه، بجودة منفردة وأداء مميز لعمر أطول.